عرض مغري من السعودية، وواضح ان الاستثمار هيتنقل من السياحة للتعليم، والمملكة داخلة على شغل تقيل في مصر. السعودية قدمت لمصر عرض مهم جدا بخصوص الشركة الاكبر في قطاع الخدمات التعليمية في مصر. يا ترى ايه تفاصيل العرض وازاي السعودية هتستثمر في قطاع التعليم المصري؟ كل ده واكتر هتعرفوه في التقرير ده من خمسة بالعربي. الصندوق السيادي السعودي قدم من خلال شركته السعودية المصرية للاستثمار عرض مهم للاستحواذ على شركة سيرا للتعليم، واللي تعتبر أكبر شركة خاصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر. العرض السعودي يعتبر أول عرض استحواذ يتقدم به الصندوق من وقت قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 7 مارس اللي فات، والخبراء أكدوا أن عرض الصندوق يعتبر إشارة إلى النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. وحسب اللي جه في بيان شركة سيرا للتعليم للبورصة المصرية، فعرض الشركة السعودية المصرية للاستثمار بيتضمن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة سوشيال امباكت كابيتال ليميتد المالكة لنسبة 51.21% من أسهم شركة سيرا للتعليم. ده غير تولي شركة سوشيال امباكت التقدم بعرض شراء إجباري على ما لا يقل عن 75% بقصد الاندماج، وبحد أقصى 100% من أسهم سيرا للتعليم وفقا لسعر قيمته 14 جنيه للسهم، وشط بقيد أسهم سيرا للتعليم اختياريا من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ. رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر قال في تصريحات صحفية لموقع CNN الإخباري إن تقدم الصندوق السيادي السعودي بعرض للاستحواذ على شركة سيرا للتعليم بيأكد النظرة الإيجابية للصندوق لمستقبل الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع التعليم بوجه خاص. ده غير إنه بيفتح الباب لجذب عدد أكبر من الاستثمارات في القطاع، سواء من صناديق الاستثمار العربية أو الشركات الأجنبية المتخصصة، في ظل اللي بيشهده قطاع التعليم في مصر من نمو مضطرد بسبب الزيادة السكانية والطلب المرتفع على كل مراحل التعليم. الاستثمار في قطاع التعليم في مصر يعتبر فرصة جاذبة قدام الشركات والصناديق السيادية، لأن الطلاب بيمثلوا نسبة 31% من إجمالي التعداد السكاني لمصر، ده غير إن في 23 مليون طالب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وفق إحصائيات عام 2020 وفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي لشركة سيرا للتعليم. وعن سبب عرض الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على شركة سيرا، ماهر قال في تصريحات خاصة لCNN بالعربية إن الشركة تعتبر من كبرى الشركات العاملة في قطاع التعليم بمصر، وبتطبق كل قواعد الحكومة والشفافية بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق، وتوقع كمان إتمام صفقة الاستحواذ لامتلاك الصندوق السيولة اللازمة لتمويل الصفقة، وتوافقوا مع المساهم الرئيسي شركة سوشيال امباكت قبل التقدم بعرض الشراء.